السلام عليكم طلاب. راح نجي ناخذ التي ام جوينت، اوكي سوري، المسل اوف ماستيكيشن. اوكي المسل اوف ذا ماستيكيشن طلاب، هاي العضله احنا اخذناها ودرسناها بشكل كلش كامل، لذلك ما راح نتطرق لها، بتوريكم هم ايش يطبوها لين احنا اخذناها بشكل كلش كامل. راح نجي لهنا هذني. اول شيء راح نجي الأول عضلة اللي هي الماستريك مصل. الماستريك مصل بالحقيقة طلاب تنقسم إلى قسمين، الديب بارت والسوبرفيشل بارت. أوكي أوكي، نيجي أول شيء للماستريك مصل، وين راح تتصل؟ الديب بارت والسوبرفيشل بارت تناتين يتصلن نفس الاتصالات ونفس الأوريجين ونفس الانسيرشن وكل شيء، بحيث إنه هنا راح يتصلن بالمكسيلاري بروسيس أوف ذا زيجوماتيك بون، مكسيلاري بروسيس، ويتصلن شوية بمن بالزيجوماتيك أرش، ونزلين يتصلن باللاترال سيرفيس مالت من ماتريماس اوف ذا مندبل. فيقول لك تتصل بالزيجوماتيك ارش او اد ماكسيلاري بروسيس اوف ذا زيجوماتيك بون، وتتصل باللاترال سيرفيس اوف ذا ريماس اوف ذا مندبل. اوكي اوكي، الانيرفيشن طلاب احنا ماخذيها قلنا يابا انه المانديبولر نيرف من ينزل ينقسم لقسمين، انتيرير ديفيجن وبوستيرير ديفيجن. من الانتيرير ديفيجن راح يطلع برانش يغذي لي الماستريك مصل، يغذي لي الماستريك مصل، اوكي اللي هو هذا الانتيرير انتيرير ديفيجن، وهذا اللي راح يغذي لي الماستريك مصل. فالماستر هذا البرانش يسميه ماستريك نيرف، من طالع لي من الانتيرير ديفيجن او انتيرير ترانك اوف ذا مانديبولار نيرف اوف ذا تراجمينال نيرف. وظيفته شنو هي؟ ترفع لي المندبل لفوق، ترفع لي المندبل لفوق. اوكي اوكي خلصنا منها. نجي للتري الميديال تريجويد مصل. ميديال تريجويد مصل بالحقيقة طلاب هاي الميديال تريجويد مصل إذا تشوفوها هنا، أوكي يعني المندبل ما أقدر أشوفها إلا أشيل المندبل، ما أقدر أشوف الميديال تريجويد مصل إلا أشيل المندبل. راويني إياها بالتطبيق أحسن، هسا راويكم إياها بالتطبيق. نجي اللي هنا أراويكم الميديال تريجويد مصل، هاي هاي اللاترال تريجويد مصل، شوفوها، شوفوا اللاترال تريجويد مصل، اوكي وهاي الميديال تريجويد مصل ما اقدر اشوفها الا اشيل المندبل، شفت المندبل شفتها، هاي الميديال تريجويد مصل. بالحقيقه طلاب اريد اجي انوه على شغله معينه على مود احنا بسرعه نجي نوضح. اوكي طلاب هاي شنو؟ هاي عظمه، هاي عظمه السفينويد بون. اوكي هاي عظمه السفينويد بون اللي هي العظمه الخفاشيه. من اباوع انفيريرلي واشيل المندبل، اوكي شفت المندبل ده باو انفيريرلي، هاي السفينويد بون. طلاب شو اشوف بالسفينويد بون؟ اشوف هذا التريجويد، هذا شو نسمي هذا السفينويد بون؟ نسميه تريجويد بروسيس مو بالله؟ شو نسميه؟ نسميه التريجويد، تريجويد شنو؟ بروسيس، بروسيس، سوري هاي اس وحده. اوكي ماشي، وبالتريجويد بروسيس اكو ميديال بليت، سوري اكو لاترال بليت وكوميديال بليت، احنا معلينا بالميديال بليت. نجي لللاترال بليت اوف ذا تريجويد بروسيس اوف ذا سفينويد بون، نجي نحكي عنها شويه. هاي اللاترال بليت طلاب، هاي اللاترال بليت ماشي بيها هنا هذا اللاترال سيرفيس، هذا الميديال سيرفيس اوف ذا لاترال بليت اوف ذا تريجويد بروسيس، وهذا الميديال سيرفيس سراويكم الميديال سيرفيس، سوري هذا اللاترال سيرفيس، هذا اللاترال سيرفيس اوف ذا لات اوف ذا اوف ذا تريجويد بروسيس. اوكي وهاي اللاترال بليت انا وين جاي احكي؟ دقيقه اعتقد انه داخل صارت شوي دوخه عنكم. هاي التريجويد تريجويد بروسيس اوف ذا سفينويد بون. التريجويد بروسيس قلنا بيه جزئين، جزء نسميه ميديال بليت وجزء لاترال بليت. ماشي البليت شنو معنى بليت؟ بمعنى صفيحه، وهاي الصفيحه اوكي بمعنى صفيحه، وهاي الصفيحه اكو بيها انتيرير سيرفيس واكو بيها بوستيرير سيرفيس. فهاي الصفيحه اذا تشوفوها بيها هنا هنا ايش بيها؟ ما بيها انتيرير سيرفيس وبيها بوستيرير، هنا بيها ميديال سيرفيس وبيها لاترال سيرفيس. اوكي بالميديال سيرفيس تتصل الميديال تريجويد مصل، وباللاترال سيرفيس تتصل شنو؟ اللاترال تريجويد مصل. زين وبهاي الصفيحه صايره هيك شكلها، شوفوا طلاب صايره هيك شكلها. اوكي هذا هو التريجويد بروسيس، وهاي الصفيحه اللي هي الميديال وهاي الصفيحه اللي هي اللاترال. زين من يملي هذا المثلث؟ يملي هذا المثلث بروسيس مالت عظمه يا هي عظمه معقده قلنا نسميها اللي هي البالاتاين بون، اللي هي هسه هاي اطلع لكم اياها، هاي البالاتاين بون اذا تشوفوها راح يمليها هذا الجزء، هذا الجزء شو نسميه؟ نسميه بيراميديال بروسيس اوف ذا بالاتاين بون. اذا تشوفون بيراميديال بروسيس هذا يعني شنو؟ بيراميديال بروسيس يعني هرمي، اذا تشوفون صدق صاير شوف كانه مثلث هرمي. اوكي اللي هو البيراميديال بروسيس هو من منا مبين. هذا البيراميديال بروسيس من تجي هنا مثلا الميديال سيرفيس اوف ذا لاترال بليت
of the turgid process. Okay. هاي الميديال هاي الميديال سيرفيس تتصل بها الميديال تريجويد مسل راح تتصل بالميديال سيرفيس وتتصل بمن عفيه بالبايراميد بروسيس اوف ذا بالاتاين بون اوكي وتشوفون هنا تتصل اللاترال تريجويد مسل اوكي راح تتصل همين باللاترال سيرفيس اوف ذا لاترال بليت اوف ذا تريجويد بروسيس وتتصل همين بالبايراميد همين تتصل هنا بالبايراميد اللي هي هاي تعتبر كلها بايراميد اوكي همين تتصل بالبايراميد بروسيس اوف ذا بالاتاين بون هاي البالاتاين بون اذا تشوفوها بها هاي الهوريزونتال بليت وبها بيربنديكولار بليت اللي هو هذا ومن الهوريزونتال بليت يطلع بروسيس اللي هو هذا اللي هو شو نسميه هذا البروسيس نسميه بايراميد بروسيس اوكي بيراميد بروسيس اوكي خلصنا كل شيء هسه احنا نجي نرجع نقرا شو نشوف طلاب؟ نشوف هاي الميديال تريجويد بروسيس. بالميديال تريجويد بروسيس طلاب تنقسم قسمين. بيها تو هيد يعني راسين. الراس الأول يعني هي تصير شكلها. هذا الراس الأول وهذا الراس الثاني. اثنيناتهم يتصلن جوا بالمندبل. فيتصلن جوا وين بالمندبل؟ إذا تشوفون اثنيناتهم متصلات جوا بالمندبل. بالانجل of the mandible or بالميديال surface of the mandible. أوكي. مو باللاترال بالميديال. ركز وياي. خلي أرجع. أرجع هنا بس أضيف لكم المندبل تمام إذا تشوفون هنا من تتصل هاي الميديال مثلا جت هاي الميديال اتصلت هنا الميديال تريجود هذا أول هيت اتصل هنا دقيقة بس خليني أجي أرسم عدل هذا أول هيت اجي اتصل هنا وثاني هيت همين اجي اتصل هنا اثنيناتهم وين اتصلن بالميديال سيرفيس أوف ذا مندبل مو باللاترال سيرفيس أوكي أوف ذا رايموس أوف ذا مندبل أوكي فإذا تشوفون هنا الديب هيد وين يتصل لي عفية يتصل بالبايراميد ويتصل لي بالميديال عفية بالميديال سيرفيس of the شنو of the lateral blade of the lateral blade of the trigoid process فأوكي شوف الديب هيد تتصل بالميديال سيرفيس من اسمه ميديال تريجويد يعني تتصل بالميديال سيرفيس مات اللاترال بليت اوف ذا تريجويد بروسيس اوكي تتصل بالبايراميد بروسيس اوف ذا بالاتاين بون اذا تشوفون هاي البالاتاين بون هذا البايراميد بروسيس هاي الميديال بليت وهاي اللاترال بليت ماشي هي وين تتصل هاي تتصل بالميديال سيرفيس اوف ذا لاترال بليت وتتصل بالبايراميد اللي هو هذا البايراميد بروسيس اوكي اوكي هذا هو هذا الديب هيد وين يمتدن بالمندبل قلنا يتصلن انزين نجي بعد هنا السوبرفيشال هيد شبيه وين راح يتصل وين السوبرفيشال هيد اللي هو هذا السوبرفيشال هيد طالع شويه لقدام شبيه هذا وشو وظيفته يتصل بالمكزله تحديدا هنا بالمكزله شو نسميه مكزيلاري بروسيس فيتصل بالمكزيلاري بروسيس فوين يتصل بالمكزيلاري بروسيس وبعد وين يتصل عفيه يتصل بالبايراميد فاذا تشوفوه هاي البايراميد وهاي المكزيلاري بروسيس شوف شلون يتصل بيها اتصل بيها الاثنيناتن وينزل اوكي فيتصل بالتيوبروسيتي مو تيوبركل سوري انا اعتقد قلت لكم تيوبركل وانما هو مكزيلاري تيوبروسيتي فتيوبروسيتي اوف ذا مكزيلا اند بايراميد بروسيس اوف ذا بالاتاين بون اوكي اول انسيرشن مالته وين يتصل قلنا بالميديال سيرفيس اوف ذا رايموس اوف ذا مندبل اوكي الانرفيشن هم من المندبيولار ديفيجن عن طريق نيرفس من نيرف تو ذا ميديال تريجويد اوكي شنو وظيفته قلنا انه ياب الميديال تريجويد مسل واللاترال تريجويد مسل وظيفته انه يحركن الجوينت لا ليفت ورايت يعني يحركن التي ام جوينت ليفت ورايت يعني اما احرك التي ام جوينت للليفت او احرك للرايت اوكي وكذلك ارفع جوينت يعني اساعد الماستريك مسل انه انا ارفع جوينت اوكي فخلصنا خلصنا وصلنا لللاترال تريجويد اللاترال تريجويد وضحت لك اياها ايش قلت لك اللاترال تريجويد همين بيها تو هيد بس الميديال تريجويد بيها ديب هيد وسوبرفيشال هيد اما اللاترال تريجويد اللي بالاسود بيها ابر هيد وبيها لور هيد هذا الابر هيد وهذا اللور هيد هذا الابر هيد وهذا اللور هيد اوكي نجي للانسرشن مالتين الابر هيد وين يتصل لي هذا الابر هيد وين يتصل لي بالروف of the شنو عفية of the infratemporal fossa طلاب هاي infratemporal fossa الروف مالتها اللي هو هذا هي تتصل به اوكي فبالروف of the infratemporal fossa تحديدا وين الروف مال infratemporal fossa بالinfratemporal crest اللي هي هاي هنا عبارة عن حافة عظمية تتصل بها اوكي
اما اللور هيد وين يتصل؟ يتصل باللاترال سيرفيس. ها هنا اللور هيد وين راح يتصل؟ قبل شوي قلت لكم وين راح يتصلكم. شوف اروح لا اروح للتطبيق اراويكم وين راح يتصل، اللي هو هذا اللور هيد تحديدا وين راح يتصل. تعالوا يعني شوفوا طلاب، هذا اللاترال بليت، اوكي هذا اللاترال بليت، هو وين راح يتصل؟ راح يتصل باللاترال سيرفيس اوف ذا لاترال بليت. فبس باعوا لي وين راح يتصل تحديدا. بس دقيقه اشيل المندبل، اوكي هذا هنا راح يتصل، اوكي اوكي اللي هو وين؟ باللاترال سيرفيس اوف ذا لاترال بليت اوف ذا تريجود بروسيس. فهاي اللاترال بليت اوف ذا تريجود بروسيس وينها؟ اللي هي هاي سراويكم اياها. هاي اللاترال بليت اوف ذا تريجود بروسيس هنا أنا مو كلش واضحه صراحه. تعال وياي هنا انطيكم ملخص بسيط. هاي اللاترال بليت اوف ذا تريجود بروسيس ماشي، راح تتصل ميديال بالسيرفيس مالتها، اوكي الميديا تريجود مصل، واللاترال بالسيرفيس مالتها اللاترال تريجود مصل. فضلت حلت، اوكي فكون خلصنا هالشيء. نجي للانسرشن. الانسرشن يقول لك اثنيناتهم يتجمعن او يتصلن بالتي ام جوينت، اوكي يتصلن وين؟ هم بالارتيكولار ديسك اللي زمننا، اوكي ف وين يتصلن؟ بالكبسول، بالكبسول اللي داير مداير الجوينت، اوكي فيقول لك بالكبسول مالت التمبرا مانديبولار جوينت ان ريجن وين تحديدا؟ يقول لك يابا هذا شنو هذا الانتفاخ العظمي اللي قلنا عليه قبل شويه شنو سميناه؟ عافيه سميناه ارتيكولار تيوبركل اللي هو هنا. ماشي طلاب هنا لين احنا قاصين المندبل ما مو كلش واضحه طالعه، اوكي لكن بالاحرى بالمندبل من هنا اكو فوسه، هاي الفوسه نسميها توريكود فوفيا، توريكود فوفيا خسفه. هاي الخسفه من يصعد الجوينت تملي هذا التيوبركل، اوكي تملي هذا التيوبركل. فيقول لك وين تحديدا هاي راح تتصل؟ الانسيرشن مالت هاي العضله اللاترال توريكود تتصل بالكبسول. وين تحديدا؟ ان ذا ريجن اوف اتاتشمنت اوف ذا ارتيكولار ديسك. شوف ركز وياي الارتيكولار ديسك اللي هو هذا، بس ركز وياي الارتيكولار ديسك. سوري انا قبل شويه قلت لكم اعتقد التيوبركل، لا بس ركز وياي ارتيكولار ديسك اند تو ذا توريكود فوفيا اوف ذا نيك اوف ذا مندبل. يعني هاي التوريكود فوفيا وهذا الارتيكولار ديسك، هو هنا هاي التوريكود فوفيا وهذا الارتيكولار ديسك، هو بينات الانسرشن. شوفوا هذا الانسرشن مالت وين؟ مالت التوريكود مصل. انا قبل شويه قلت لكم هنا اعتقد، بس سوري يعني طلع سهوا. المهم فوين؟ between the articular disc and pterygoid fovea of the neck. هاي pterygoid fovea وين موجودة؟ موجودة بالneck of the mandible. طلاب هاي الhead of the mandible وهاي neck of the mandible. ال pterygoid fovea موجودة بالneck of the mandible. اوكي اوكي تردون تختصروها كل تتصل بالكبسول ما تتمر mandibular joints. اوكي زين وين بعد شنو التغذية؟ المانديبولار ديفيجن، المانديبولار ديفيجن اوف ذا تريجمينال نيرف هو اللي راح يغذيها، ينطيني برانش اسمه لاترال تريجويد برانش، هذا يروح يغذيها. او يجيني من الفيشيال، فيشيال نيرف ينطيني برانش اللي هو تيرمينال برانش مالته، من التيرمينال برانش، من الفايف تيرمينال برانش مالته اللي يسميها بولكال، يسميها بولكال برانش. هذا البولكال برانش تذكروني قلت لكم هذا يغذي لي البوكسينيتور مصل، ويغذي لي بعد ياهي قلت لكم يروح يغذي لي عضله اللاترال تريجويد مصل، بس بالاحرى مو دائما هاي نادرا. اوكي اوكي اسالك سؤال وراح يجيك هذا الام سي كيو 100% ام سي كيو. اكتب ام سي كيو وياي. يا هو الديفيجن مال تريجمينال نيرف اللي راح يغذي لي عضلات الماستريك مصل كلهن، اولا ثانيا ثالثا الاوبثالميك ديفيجن اوف ذا تريجمينال نيرف، الاوبثالميك ديفيجن اوف المكسيلاري، المكسيلاري ديفيجن اوف ذا تريجمينال نيرف، اور شنو؟ اور المانديبولار، مان دي بيو لار. شنو هو الجواب؟ المانديبولار ديفيجن. اذا تشوفون طلاب احنا المانديبولار ديفيجن يغذي اللاترال تريجود، هنا يغذيها المانديبولار ديفيجن الميديال تريجود، الماستريك ماسل يغذيها المانديبولار ديفيجن، نجي المن للتيمبوراليس يعني يشوف هم المانديبولار ديفيجن يغذيها، فكلهم يغذيهن المانديبولار ديفيجن. فلازم تعرفون انه يابا هنا اكتب ملاحظه، اكتب هنا ملاحظه قول لي الماستريك ماسل عضلات المضخ اكبر عضلات اقوى عضلات سوري اقوى عضلات بالجسم يغذيها المانديبولار ديفيجن اوف تراي جيمينال
نيرف اوكي اللي هو الكرينيال نيرف الخامس اوكي اوكي نيجي بعد الكلينيكال حالة الكلينيكال طبعا هنا أنا مراجعة كاتبلكم بسيطات للحركات مالت الجوينت مالت مالت من طبعا شرحت لكم أنا هنا الفونكشن لا ما شرحتها المهم نسوي البروتروجين تحرك الفك لقدام وسايد تو سايد موفمنت يعني تحرك للمندبل المن للرايت وللليفت اوكي اوكي هنا أنا ملخص من يسوي البروتروجين اللاترال تريجود مصل وتساعدها شوية الميديال تريجود مصل من يسوي الريتروجين اوكي التمبرالس مصل شوية تشارك بالريتروجين يعني البوستيريور فايبرز مالتها وكذلك الديب بارت اوف ذا ماستريك مصل ماشي وكذلك عضلات راح ناخذها منك لازم بس حفظوها هسه احسن اللي هو جينو هايويد والدايجستريك مصل ومن راح اسوي لي اليفيشن يعني ترفع ترفع شو اسمه المندبل اللي هي التمبرالس والماستريك مصل وشوية من الميديال تريجود مصل الدبرجين راح ينزل لي الفك السفلي اول شيء الجاذبيه الارضيه مالتنا تميل انه تنزل الفك وكذلك عضلات جايتني من النك من النك من الركبه اوكي اللي هي الدايجستريك والجينو هايويد والمايلو هايويد ماسلز اوكي نجي حاله الكلينيكال هنا بعدين طبعا هذا نقراهن بالنك ان شاء الله من اشرح لكم اياها راح نجي ناخذ كلينيكال عن التي ام جوينت طبعا هاي اللي شرحتها هسه احسن بعد ما وضحت لكم العضلات نجي نشرح الكلينيكال مالته طلاب يقول لك يابا انت مرات يصير ديسلوكيشن بهذا الجوينت انه يطلع لي قدام يعني المندبل تطلع لي قدام انتيريرلي اوكي نتيجه من نتيجه البلوت تو ذا سايد اوف ذا شنو بلوت تو ذا سايد اوف ذا فيس يعني انظر بوكس هنا من انظر بوكس هنا ربما يصير شنو ربما تنكسر لهذا التيوبركل ويطلع المندبل لي قدام اوكي او اليونينج يعني من الثاوب شايف اول واحد من يقعد من الصبح يثاوب يفتح حلقه كل شوي يفتح حلقه هاي ربما يصير عنده ديسلوكيشن بالمندبل لين راح تتقدم كلش لقدام اوكي او تيكينج ا لارج بيت يعني واني دا اكل مثلا همبرجر ابو ثلاث طوابق شايفين طلاب بالمطاعم هسه الحديثه همبرجر يجيب لك اياه هيك كل ارتفاع متر فانت من تريد تفتح حلقك هذا كله وتريد تاكله انتبه لازم تفسخ الهمبرجر وتاكله اوكي مو بسرعه تاكله ليش لان معرض انت للديسلوكيشن اذا حاولت انه تاكله كله اوكي اوكي فقل لك تيكينج ا لارج بيت يعني من اكل لقمه كلش كبيره ماشي بالتالي الهيد اوف ذا مندبل سليبس يعني يتقدم لقدام اوكي او ينفصل اوت اوف ذا مندبولار فوسا يعني يعبر من المندبولار فوسا ويتقدم لقدام يقول له بول انتيريرلي يعني ينسحب انتيريرلي يروح ذا بيشنت طبعا هنا راح يمر شنو يمر الفيشال ارتري من يخترق التريجويد الباروتيد جلاند وينطيني 5 برانشز اوكي هنا أنا قريب على هذا التي ام جوينت بالتالي من يصير ديستوكيشن ممكن الفيشال ارتري الفيشال نيرف يتضرر اوكي فبخطر وهنا همين راح يمر قبل شوية انا ايش قلت لكم طلاب من شرحت لكم بالتي ام جوينت ايش قلت لكم بالتي ام جوينت قلت لكم يابا يمر لاترال للسفينو مندبيولر شنو هو اللي هو هذا النيرف اللي طالع من المندبيولر ديفيجن شو اسمه الاوريكولو تيمبورال نيرف اوكي ربما هذا همين يتضرر من يصير ديستوكيشن فيقول لي the patient become unable to close their mouth أو closure their يعني ما يقدر يسد الماوث ليش بعد صار dislocation طلعت المندبل اللي قدام أوكي وربما إنه facial والoculotemporal nerve شي يصير بيهم damage if the injury is high energy ماشي يعني يقول لك يابا إذا الانجري أو الجوينت يعني صار بيه dislocation كلش قوي dislocation يعني شنو طلع dislocation this انفصال location يعني موقع يعني ينفصل عن موقعه اوكي يطلع لي قدام انتيريرلي اوكي ضمن الديسلوكيشن شنو راح يصير عند البيشنت يعني الديسوردر الاضطرابات عند شنو راح يحس اكيد راح يحس بينفول كلش الم قوي ماشي وما راح يقدر يحرك الجوينت مالته الا شويه اوكي وكذلك السمتم مالته الاعراض اوف ذا تي ام ديسوردر شنو هي السمتم بين قلنا اوكي تندرنس هاي المعلومه كلش قويه اذا عرفتوها هسه شنو تندر نس يعني بس ألزم المنطقة اللي داير مداير أو الجلد اللي داير مداير تي أم جوينت أحس بألم بس ألزمها بس اللي بس خلي إيدي عليها أوكي فبس تخلي إيدك هنا بسرعة صيح أوكي فلذلك سميه تندرنس هاي هذا المصطلح يعني شنو مصطلح تندرنس يعني ماكو يعني مرات ماكو ألم بالتي أم جوينت بس هو مفصول بس ألزمه أحس بألم
ومرات لا احس الم دائمي ماشي ماشي. فهذا اذا ماكو الم وبس اليز ما احس الم هاي نسميه المصطلح تندرنس اوكي اراوند ذا جو يعني اراوند ذا تي ام جوينت او بالجو كله يعني بالفك كله difficulty يعني يقول لك انه انت ما راح تقدر تحرك ما راح تقدر تنضخ اوكي يعني chewing يعني شنو يعني جاي تنضخ بالاكل ما راح تقدر ليش اذا تنضخ راح يكون عندك painful الم كلش قوي يكون عندك صداع اللي هو headache وكذلك وانت تتحرك الفك شويه راح يكون اكو ساوند خرخشه اوكي شو نسميها نسميها clicking sound يعني خرخشه من افتح الجو من افتح الفك العلوي الفك السفلي اوكي من انزل الفك ف وين ذا جو اوبن اند كلوز يعني من افتحه واسده راح اكو شنو اكو خرخشه اللي هي كليكينج ساوند نسميها هاي خرخشه اكتب يابا كليكينج ساوند يعني خرخشه زين مرات يكون الديس اوردر وين بالارتيكولار ديسك نتيجه من نتيجه انه يصير بي دامج انا اضرب الجوينت فالارتيكولار ديسك ربما هو مو هنا الارتيكولار ديسك يتقدم لي قدام يطفر اللي هنا الارتيكولار ديسك فيصير ديستوكيشن بي ويصير بينفول وغيرها وعلم او ايرودد شنو ايرودد يعني تاكل يتاكل اوكي او سليبد اوت اوف ذا ها سليبد اوت اوف ذا ارتيكولار ديسك يعني قلت لكم قبل شويه انه يا بالارتيكولار ديسك هنا هو موجود يتقدم لي قدام يعني يتقدم او ينزلق سليبد يعني ينزلق ويتقدم وهيك نكون خلصنا هاي المحاضره على خير.